health, Siemens ist slipped out of. You're charging on. Recherche de limits. بنختار بروب كونفكس بداية. بختار الاكزام من هون. هاي الاكزام متاحة بالنسبة للبروب كونفكس. بختار الابدومي. شو في عنا خيارات؟ عنا ليفر دول، في عنا الاي سي دول، في عنا الايمج، خيارات الايمج، في عنا تشيو هارمونيك، في عنا الفوكال بوينت كم فوكال بوينت، في عنا الفليب يمين يسار اب داون، في عنا كابتشر الزمن تبعه، في عنا فول سكرين نعمل فول سكرين، في عنا البايوبسي، في عنا السايز، هذول كلياتهم خيارات موجودة بالنسبة للهيك. هون في عنا خيارات تانية، في عنا هون خيارات تبع السيكليو دي ار والفريكونسي، وهون كلير فاي، اذا بنعمل كلير فاي. هي بالنسبة لعيارات نيكست بيج، فينا ناخذ نيكست بيج، هي السايز تبعنا انه فينا نغيره، فينا ناخذ بايوبسي، في مور هون دي دي ار فيزيو، في عنا الاي ساي فيوجن عشان نشوفه بشكل اوضح، الاي ساي سكان بروتوكول، المالتي موديلتي ريفيو، نعمل ريفيو للمالتي موديلتي ونشوف الصور. فينا نرجع لهون دي في ار، اذا في عندنا دي في ار نتحكم فيه، في عندنا هون كمان فيزيو تحكم في السيو سيتنج، اذا مايكروفون او تاتش سكرين الاضاءه طبعا اللي داون العاليه، داون لايت كيبورد لايت فينا نغير فيهم، في سي سكيب ناخذ سي سكيب اللي هي بانوراميك فيو، فينا نصور بانوراميك فيو زد، وهناك عديد من الخيارات فينا ناخذها هون، اي سكان بروتوكول فينا ناخذ بروتوكول معين نبلش عليه ونحكي عنه بالتفصيل، في عنا سي اس كي، في فيزيو، في اي سان فيوجن بس بده جهاز خارجي. هي بالنسبة لعيارات ال 2D. بالنسبة لعيارات الكلر، الكلر بيعطينا البولت دوبلر، الدوبلر والكلر، في ديسبلاي كلر او نخفي الكلر، في نيكست، هي الريزيستنس وسبيس لاين، هذول كل الخيارات الموجودة الأساسية تبع الكلر. في عنا بلس ويف، في عنا تاني كونتينوس ويف، بلس ويف بس بالبروب القلبي، كمان في عنا كونتينوس ويف. هي العيارات الصورة 2D، هي البلس ويف، اي خيارات البولس ويف، خيارات الابديت انه فريز وابديت ولا لا، في عنا لايف تو لايف، في عنا اوتو ميجرمنت، انجل من هون، دي ار والجيت من هون، اي بالنسبة للدوبلر، في عنا ام مود لجماعة الام مود اللي بيشتغل على الام مود، هاي خيارات الام مود. الزرار على الجهاز، الأنماط الظهار، فوكل والدبس، والسكيل، والبيز لاين، والإيمج والكليب، والأبديت، ديليت، اليو دي هي الاطلاعة، البوينتر الاطلاع، البوينتر والديليت للمسح، كونتراست مادة الزل اللي أول استوغرافي، نتحكم فيه بعدين من هون، وعندنا ريشن وريفيو وريبورت.